مساء الخير عليكم، تحياتي ليكم جميعا. هتكلم معاكم النهارده عن أزمة عروس دمشق. عروس دمشق هو صاحبه سوري مقيم في مصر، والمحل ده موجود في العصافرة في الإسكندرية. بحكي الموضوع لأصدقائي السوريين اللي موجودين بالخارج. طبعا بطبيعة الحال إن المتضرر في أي مكان بيبقى فيه مطعم أو قهوة هم الناس اللي ساكنين في الدور الأول. هي ست مسنة، وطبعا هي كانت تشتكي من الحرارة، ومن إن في، بتقول، في قمامة موجودة تحت، إن في حشرات كتيرة من السخونية. هي تعبت صحيا. الراجل عرض عليهم إن هم يشتري الشقة، واختلفوا في السعر ما بينهم. هي طالبة سعر أكتر. فطبعا السوريين لما راحوا اي دولة اوروبية هم التزموا بالقانون اللي موجود هناك، وما حصلش اي ازعاج منهم خالص. كون ان هم يجوا مصر ويلاقوا الدنيا ماشية كده، فهم مشوا زي الناس. يعني عندك برضو في العصافرة قدام شوية في حسني عامل كده برضو، والناس اللي في الدور الاول متضايقين. مشكلة مش السوري. روح خالد، شارع خالد بن الوليد، امشي في شارع محمد نجيب، امشي في الاسكندر ابراهيم، بلاش المنطقة دي، وانزل على كمشيزار، الابراهيمية، سبورتينج، اي شارع جانبي انت تخاف تمشي يعني ولادك فيه. ليه؟ لان يمين وشمال قهاوي، نسبة البطالة عالية جدا، والناس قاعدة على القهاوي. ده غير ان ما شاء الله الستات حقيقي متوصيين بشرب الشيشة، فعلى طول كمان اتضاف للزباين كمان الستات قاعدين بيشيشوا، والاكل من بره اغلب الوقت، فالناس على طول في الشارع بما اننا في صيف. والله الموضوع الشيشه بقى صيف وشتاء. وبعدين هنتكلم في ايه اذا كانت الدوله نفسها اصلا بقى في تعدي على حرمه البحر. تعالى ناخد من اول الكورنيش، تعدي على حرمه البحر، وكمان الناحيه التانية الاوتيلات والكافيهات طالعه لبره لقدام، تمام؟ وبالتالي نفس هذا القانون اللي ماشي اتطبق للداخل لغايه ما تنزل بقى للمناطق الشعبيه كلها. فإذا كان السوري دخل، لا البلد هي نظامها كده، هو يعني هيعمل قانون مختلف؟ تمام. احكي لكم على حاجة. كان في ناس في الإبراهيمية عندهم يعني عمارة كويسة، عمارة راقية جدا، وجا واحد أجر منهم الدور الأرضي، قال إنه هيعمل فيه إنترنت كافيه وسايبر وحاجة زي كده. ثم فجأة صباح الخير اتحول ده لقهوة، هو قرر إنه هيعملها قهوة. الناس راحوا الشغل ورجعوا، كان شال كل المناشر كلها وحط مكانها تندة، وقالوا له احنا هنشتكي، هنروح القسم. طبعا اتبلطج عليهم وهددهم، وقال اللي هيروح يشتكي انا هرمي وشه بمية النار. بلطجة. الكلام ده بتكلم في منطقة راقية. لما راحوا عملوا محضر كان هو اسبق وظبط الناس ومحدش اذاه. وبعد كده فضلت التندة والناس مش عارفة، التندة والناس مش عارفة تنشر، وابتدوا ينشروا جوه البيت. فالموضوع ما بقاش فيه دلوقتي منطقة راقية انت تاخد فيها او منطقة شعبية، المبدأ واحد. وبالتالي السوري لما دخل هو ده اللي لقاه، الناس مطلعة لبره، والبره الاخر نقطة. فهو بصراحة يعني ما عملش جديد، العيب علينا احنا، واحنا اللي بيتنا من ازاز، ف يعني مش هنحدف الناس بالطوب. اللي بيحصل هي هيبة الدولة، الشارع ملكية عامة، وإذا كان في قانون القانون لا يطبق. ليه؟ علشان الفساد اللي في المحليات، علشان اللي عايز بيدفع وبيظبط، الناس بتتحرك وبعد كده يرجع تاني. فأنا بطمن إخواننا وأصدقائنا السوريين، المشكلة مش أنتوا خالص، بل بالعكس اللي حصل ده ساعد في نشر اسم عروس دمشق. بالعكس هو مستفيد جدا، لأنه هيرجع يشتغل، وناس كتيرة راحت وعرفت المكان، وهيفتح ويطلع أحسن من الأول إن شاء الله. تمام؟ مش كده وبس، احب اقول لكم ان لو احنا بودي ولادي، احنا بالصدفة بناكل بره، لو رحت اكلت في اي محل مصري او مطعم ماكدونالدز اي حاجة، ففي ريسك ان ولادك يحصل لهم نزلة معوية وتبعيتها. لكن لو انت اكلت في محل سوري طعم الاكل مختلف، غير كده كمان انت ضامن النظافة، ومفيش توابع هتحصل نتيجة ان ولادك كانوا بره. يعني المحل السوري ما بيحصل لكش فيه مشاكل بعد الاكل. احب كمان اطمن اخواننا السوريين ان الشعب المصري بيرحب جدا وبيحب كل جنسية بتيجي عندنا، كمان خصوصا اللي بيخشوا في اي بيزنس اكل، لان احنا بنحب الطعم المختلف.
فلو حد دخل قال انا هعمل مثلا مطعم فلسطيني، هتلاقي الناس طالعه تجري عليه، مطبخ سوري وراه، مش عارفه صيني وراه. فهتلاقي احنا من النوع الناس اللي بتحب، مرحبه جدا بالجنسيات اللي بتخش عندنا وتعمل اي حاجه. احب كمان اقول لكم ان السوري محدش كاسر عينه بحاجه، هو مشارك. مش هقول لك بموضوع السوري فوق راسي ومش فوق راسي، لا، السوري كتف بكتف وهو ماشي جنبنا وبيساهم في الاقتصاد بالمشاريع اللي بيعملها، بالضرائب اللي بيدفعها، العمال اللي بيشغلهم عنده، ده غير مستوى النظافة العالي جدا جوه مطاعم السوريين. يا رب ان انا ما اتحطش تاني في موقف ان انا اتكلم تاني مرة على السوريين والمشاكل اللي بيتعرضوا لها. حقيقي بجد سيبوا الناس في حالهم، لان الأزمة اللي هم فيها ما زالت الى الان مستمرة، والناس دي لما بتروح اي مكان مش عايزة اي حاجة غير ان هي تعيش في سلام وتشتغل. يعني هم مش عائلة ولا عوالة، لان في ناس بتسافر برا وبتبقى عائلة على المجتمعات، بيستهلكوا بس مية ونور وكهرباء وبيستهلكوا البلد لكن من غير إضافة. لكن السوريين لما بيروحوا لأي مكان بيكونوا فعلا إضافة إيجابية، ومش على حد، بل هم منتجين وفعلا قوة مؤثرة في الاقتصاد. تحياتي لكل واحد سوري موجود في مصر، ولكل زوجة وكل امرأة سورية، وأهلا وسهلا بكم في أي بلد تروحوها في العالم. ودي لتاني مرة بقولها، ومش مجاملة ليهم، لأ، من تعامل حقيقي معاهم. شرفت جدا بيهم طول الوقت وفي كل الأماكن مشرفينا. الأزمة بتاعت الست نموذج، يا ترى هتتفتح بمشكلة إشغالات الطريق؟ يا ترى العينين هتتفتح أكتر على الفساد الموجود في المحليات، ولا هي ضجة كده مجتمعية والناس كلها هتفور وخلاص؟ يعني انا بتخيل لو انا عندي بنات ونازله بيهم بره البيت، انا بعدي يمين وشمال اهاوي، ولو ما فيش اهاوي بوابين بولادهم بعيالهم. هو ده السيناريو اللي ماشي على طول. لكن في العالم بره ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش حاجه اسمها واحد حارس عماره اصلا يبقى قاعد تحت، بيكون له بيت او اوضه وبيكون مكانه جواها لو في اي مشكلة احنا بنتصل بيه بالتليفون. لكن ما فيش حاجة اسمها ان هو يقعد في الطريق والناس ما تبقاش عارفة تروح وتيجي ويتفرجوا على الرايحة والجاية. ده هو حتى دينيا حرام. لو انت مودي بنتك درس او مودي يعني رايح بولادك البنات اي حتة، انت بنتك بتطلع وبتنزل في ممرات كلها مترشقة يمين وشمال هاوي بطريقة مكثفة وخارج نطاق السيطرة، وزي السرطان اللي عمال ينتشر. اي واحدة ساكنة في دور اول فوق قهوة او فوق مطعم هي متضررة. الحل مش ان احنا نحل مشكلة السوري والست الكبيرة دي، لا، الحل ان احنا نعمل تفعيل للقانون، ان احنا نشد على المحليات، ان تحط نقط على الحروف. لكن المشكلة هتعدي والضجة هتنتهي ومفيش حاجة هتتغير. تحياتي للسوريين، ويا رب تاني مش عايزة اتكلم في الموضوع ان السوريين ومشاكلهم، لانه واضح ان في ناس بتعمل فتنه وبتستغل الفتنه لالهاء الراي العام. ان الراجل قال اصل هاتي لي راجل اتكلم معاه، هاتي او راجل في البلد. الموضوع مش كده خالص. لو انت بتشتغل مع حد سوري، هم فعلا بيفضلوا انه يقول طب انا حد هيستلم مني البضاعه، طب الاستاذ يجي، ما اعرفش ايه. هم دايما عندهم حته انه بيفضلوا الاول ان يكون في راجل ان هو يتعاملوا معي. لو ما فيش خلاص، لكن هم دايما ده احتراما للست اللي قدامهم، وهم ناس صحاب اصول وصحاب واجب. وبعدين انا ما شفتش الراجل بصراحه اللي من العيله طلع واتكلم معاهم. انا شفته طول الوقت الستات بتتراشق معاه، وما فيش ولا راجل من العيله طلع قال خش يا ست جوه، ونزل يتكلم معاه راجل لراجل. يعني دي برضو علامات استفهام. تمام، بدل ما نقول ان هو قال هاتي راجل فيك يا بلد، لا، فين الراجل بتاع العيله دي اللي طلع يتكلم؟ مفيش. كمان احنا هنقعد كل شويه، كل ما نحب ان ناخد حسم في مشكله، هنقعد كل واحد يطلع ويستغيث يقول يا ريس ويا ريس، وادينا لك صوتنا وادينا لك دعمنا، وقفنا معاك انت كمان، وقف معانا. يعني كل واحد هيطلع عنده مشكله هيقول الكلمتين دول؟
انا حقيقي مش فاهمه. ما هو يا اما في هيبه الدوله وفي قانون وفي حاجه بتطبق، سواء مفيش حاجه اسمها ان انا استنجد بالرئيس عشان ينقذني عشان عندي مشكله، في حاجه اسمها قانون والقانون بيطبق على الجميع. تمام، تحياتي ليكم، وسوريين في مصر منورين، وفي كل مكان مشاركاتهم ايجابيه في كل حاجه، وتحياتي ليكم، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله.